نعم، التسجيل بدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بضيوفنا الأعزاء. دايما مع دوراتنا بتجد الجديد والجديد. النهاردة إبداع جديد مع الأستاذة مروة والتيمز، لأن ليه أهمية كبيرة في عندنا في مايكروسوفت، وشفنا قد إيه إن هو بيحتاج إلى كورس داخل الليرن، ولازم كلنا نحصل عليه في الادفانسد كام اي اللي هو بالنسبه لمعلم مبدع، والاول مره حضراتكم بتاخدوه مثلا. دايما ايضا في بكره ان شاء الله في لقاء جديد مع الدكتور عبد الباسط، والورد وول ان شاء الله يوم الاحد، وعندنا الدورات مستمره باذن الله. اليوم جزء واحد وبك، واليوم الاثنين ان شاء الله مع الاستاذه مروه هتكمل لنا الجزء الثاني، علشان ما نطولش على حضراتكم لان التيمز بيحتاج وقت كبير جدا. ان شاء الله الشهادات بيكون في اخر اللقاء، وكل شيء حضراتكم تحصلوا عليه باذن الله تعالى، وجزاكم الله كل خير. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم مع الاستاذه هاديه، هتنشط لنا الورشه النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى. اتفضلي يا استاذه. بسم الله. إذا بسم الله ولا بركة الله ننطلق. بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله مولانا العظيم. وكالعادة سيد الخلق بيننا من خلال أحاديثه النبوية الشريفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالعلم والأخلاق ترتقي الأمم، ومن خلال مبادرتنا تدريب مليون معلم ومدرب خبير مايكروسوفت مع أمير وهيديا، نواصل اليوم تدريب جديد مع أستاذة مروة، واليوم التيمز إن شاء الله. فنرجو من الجميع ما عدا الدكتورة إغلاق المايك والكاميرا، التفاعل مع الأنشطة والتفاعل مع المدربة في الجزء الأول من تدريب مايكروسوفت تيمز. بتضامن والتعاون مع مركز أبيلاتي للدراسات والتدريب، إنها معنا ترجمة لغة الإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة، بنشكرهم جميعا وبنقول لهم جزاكم الله كل خير. تفضلي يا أستاذة. إذا هذه أيضا نعم، الأستاذة علا. حضرتك تابعنا إن شاء الله، ونرجو أن تقرأ على بقية الفرق نعم. إفادة الجميع. الأستاذة مروة محمد عامر، معلم حاسب إذن آلي بالجمهورية العربية المصرية، معلم خبير مايكروسوفت لسنوات، عضو في الإعداد اللوجستي الأسبوع العربي للبرمجة في دورته الأولى، منسق إيسيف إدارة شرق زقازيق التعليمية، منسق سيسكو بمدرسة غزالة، اي سي دي الحاصله على العديد من الدورات والشهادات، اهم هذه الشهاده معلم معتمد من تي او تي موس ماستر اكسبير، ايضا من العديد من منصات مايكروسوفت ونيربود وواكلت العالميه موت وكلاس بوينت، ايضا كمنصه كاداه عفوا اداه كلاس بوينت. نعم. ايضا الاستاذه مروه نربط الكلاس بوينت وموت. اوكي صحيح المويه يا أميرة رجاءً. اوكي حضرتك تفضل تفضل، الشريحة بتاعتك انت تقدمي نفسك. اذا معكم ومحدثاتكم الأستاذة هيدي الرياحي من تونس، معلم خبير مايكروسوفت، استاذ اول مميز لغات اجنبية، صاحبة فريق مهارات القرن 21 و برايم تونس، وأيضا شريكة في مبادرة تدريب مليون معلم ومدرب خبير مايكروسوفت مع أمير وهيديا، متحصلة على عديد الشارات في عديد التطبيقات وسفيرة لأغلب التطبيقات، وما زلت أشتغل العربي للبرمجة في دورتي الأولى التي حصلت عليها في جائزة، وفي الدورة الثانية والثالثة كمنسق لهذه التجربة. طبعا هذا التدريب في عديد الأعمال منذ سنتين تقريبا، هو أيضا أستاذ بالتحديد اللغة الإنجليزية، خبير مايكروسوفت، سفير لعديد التطبيقات، ومعلم معتمد لعديد التطبيقات.
عرف خاصة بالمحاضرات وجها لوجه، وطبعا هو أيضا شريكي في مهارات القرن 21، وأيضا معنا في الأسبوع العربي للبرمجة إن شاء الله كعضو متطوع ذهبي. باختصار هذا حتى نمنح الفرصة للأستاذة مروة عامر لتنطلق في تجربتها مع التيمز نعم، شكرا لك للتدريب أستاذة. الرائع. بالتوفيق إذن صديقتي مروة، وبالتوفيق لكل الحضور. بنقول لحضراتكم أهلا وسهلا بكم. لحظة واحدة أستاذة مروة، الدردشة بتدخل في الصف أو في معانا وتكتب اسمك واسم البلد، وإن شاء الله تكون حصة رائعة بإذن الله تعالى. بدأت المحاضرة. السلام عليكم أستاذ دكتور علا. بدأت المحاضرة، افتحي وادخلي حضرتك. أنا عندنا أداة في الكلاس بوينت، أداة الأداة هي كلنا ندخل عليها. يلا ونشوف عم فعل. أهلا وسهلا بيكي، شرفتينا. معانا الدكتورة علا للغة الإشارة، بنقول لها جزاك الله كل خير، أحسنتي. أهلا وسهلا بيكي وشرفتينا. واللقاء النهاردة مع الأستاذة مروة هتشرح التيمز يا دكتور. اللي ما دخلش يغير المتصفح يا جماعة. تمام، هنشوف كده مع بعض إن شاء الله عناصر الدرس. طرق فتح برنامج أو تطبيق مايكروسوفت تيمز. إعدادات مايكروسوفت تيمز. التعرف على الواجهة الرئيسية لتطبيق مايكروسوفت تيمز، كيفية إنشاء فرق أو فريق في مايكروسوفت تيمز، كيفية إنشاء واجب وتصحيحه، وكيفية إنشاء اجتماع وضبط إعداداته من خلال مايكروسوفت تيمز. هناخد إن شاء الله جزء النهارده ونكمل الباقي، ولو في أي استفسارات أنا إن شاء الله مع حضراتكم. هناخد فتح أو طريقة فتح مايكروسوفت تيمز. طبعا مايكروسوفت تيمز هو تطبيق من تطبيقات مايكروسوفت، وطبعا أنا من خلال الموقع الرسمي لمايكروسوفت ممكن إن أنا أحمله، أو من خلال موقع تيمز ممكن أحمله، أو من خلال الرابط اللي قدامي اللي هو الخاص بالأوفيس اللي هو www.office.com. ممكن من خلال هذا الرابط إن أنا أدخل على حسابي الوزاري أو أنشئ حساب على مايكروسوفت وأبدأ إن أنا أستخدم تطبيقات الأوفيس ومنها تطبيق التيمز. لو أنا بشرح بسرعة على مهلك هبطأ سنة. إن شاء الله. هنتعرف إن شاء الله على إعدادات التيمز، إعدادات مايكروسوفت تيمز، من خلال إن أنا بضغط طبعا بعد ما أثبت البرنامج هضغط على صورتي الشخصية، وبعد كده هبدأ أضغط على مانج أكاونت أو سيتنج. الاتنين واحد بيساووا بعض. تمام، وادي عندي الواجهة الرئيسية للبرنامج. ده نظري الأول، وهندخل على التطبيق العملي. إن شاء الله. يعني ادي الواجهة الرئيسية للتطبيق مايكروسوفت تيمز، بيبقى بالشكل ده، يعني شبه كده، يعني هو بيبقى بالشكل اللي ورا ده أكتر. هنا من خلال الصورة دي بقدر إن أنا أنشئ فريق، أضغط على كرييت تيم، أو ممكن هنا إن أنا أنضم لفريق عن طريق إنتر كود، ونعرف إن شاء الله بإذن الله. ناخد صور يا جماعة للحاجات دي، يعني عشان نضيفها للملف بتاعنا في سوير. الله يخليكم، لأن رجع مهمة تاني أوي. لو عايزين يا رجع ريت تاني. والله يا ريت. أنا عشان أنبه عليهم، لأن خلاص الحاجات دي مطلوبة ليكم، إن أنت اتدربت على التيمز
وخد اللقطة بتاع الشاشة وحطها في قلب السوية، الله يكرمكم، دي نصيحة مني ليكم يعني. كيفية إنشاء اتفضل. فريق على تيمز لو حضرتكم عايزين تاخدوا اللقطة دي. جميل جميل. ودي هنا كيفية برضو إنشاء واجب، هنشوف إزاي ننشئ واجب من داخل الفريق ومن خارج الفريق. وكيفية إنشاء اجتماع برضو من داخل الفريق ومن خارج الفريق إن شاء الله. تمام، يعني احنا لما نعمل فريق ممكن ان انا انشئ اجتماع، اجدول الاجتماع، ادي جدولية الاجتماع، وان شاء الله باذن الله نتلقى استفسارات حضراتكم في النهاية. ندخل بقى ان شاء الله على بركة الله، ندخل على التطبيق العملي. تمام، طيب انا هدخل على التطبيق العملي ازاي؟ احنا قلنا هفتح اي متصفح انترنت، صفحة اوفيس او مايكروسوفت 365. هو بدنه كده بقى مش عارفة اغير. طيب تمام، خلاص كده ظهرت. اوفيس از ناو مايكروسوفت 365. هنا ان شاء الله انا كتبت هنا في محرك البحث، في كتبت في الادرس بار شريط العنوان الخاص بمتصفح البحث. اول ما كتبت office.com وبعد كده ضغطت انتر، ظهر معايا بالشكل ده. هبدا اضغط على زر او البوتون الخاص اللي مكتوب عليه ساين ان، هضغط على ساين ان وابدا ادخل حسابي الوزاري أو حساب التربية زي ما بيسموه في البلاد العربية، بيسموه حساب التربية. إحنا هنا بنقول عليه حساب وزاري، حساب وزارة التربية والتعليم. عندنا حسابين في وزارة التربية والتعليم في مصر، عندنا حسابين، حساب مدرسي موحد وحساب أوفيس 365 أو أوفيس 365. طيب أنا أول ما كتبت وطبعا دخلي على طول على حسابي، للأسف أنا كنت عايزة أوري حضراتكم لما أضغط على ساين إن ممكن إن أنا أدخل حساب، وممكن إن أنا كمان لو ما عنديش حساب هضغط على كرييت أكاونت، كرييت أكاونت وأبدأ إن أنا أنشأ حساب على مايكروسوفت. يبقى هي دي الخطوة اللي أنا كنت عايزة أوريها لحضراتكم. وبعد كده طبعا بيتفتح لي تطبيقات الأوفيس كلها، ممكن ان انا لو مش موجود التطبيق اللي انا عايزاه اللي هو تيمز في الريبون او التاسك بان في اللوحه في الشريط الجانبي ده، ممكن ان انا اعمل ايه؟ اضغط على التسع نقاط او اول ابس وابدا ان انا طبعا اعمل ايه؟ اجيب التطبيق اللي انا عايزاه. ده كده انا بستخدم التطبيقات، بستخدمها فين؟ بستخدمها اونلاين. طب انا اقدر انزل التطبيقات، تثبيت التطبيقات وانزلها ايه؟ اوفلاين. تمام، انا هضغط على التيمز، هضغط على التيمز، لما يحمل هشوف الطريقه الثانيه اللي انا اقدر من خلالها لو انا مش عندي حساب تربيه او اي حاجه ان انا انزل تطبيق التيمز. هكتب في محرك البحث جوجل ام اس تيمز، وبعد كده هختار. طب نرجع تاني، هرجع الخطوة دي عشان نشوف أنا اخترت إيه مع بعض. بسم الله، هضغط كده باك، زر باك و تمام. نعم. هختار مايكروسوفت دوت كوم او اكتب مايكروسوفت دوت كوم، وبعد كده هختار انا عايزه استخدم الاوفيس اللي انا عايزاه. تمام، انا كتبت الحقيقه ام اس تيمز واخترت الرابط اللي هو داونلود تيمز، وبعد كده هيظهر معايا
زي ما شفتوا حضراتكم دلوقتي اهي كتبت MS Teams Download. MS Teams Download. احنا قلنا ان شاء الله عندنا طبعا تطبيق مايكروسوفت تيمز هو من تطبيقات مايكروسوفت، بدخل عليه باحد الطرق، يعني يا اما اكتب في محرك البحث في شريط الادرس بار فوق هكتب office.com، وبعد كده هيفتح لي صفحه هضغط على زر ساين ان وابدا ان انا ادخل حسابي التربيه او حساب الوزاري زي ما بنسميه في بلاد العربيه بيسموه حساب التربيه، واحنا عندنا هنا بنسميه حساب الوزاري. طبعا احنا في مصر في عندنا حسابين، اثنين حساب وزاري، حساب 365 وحساب الإدارة المدرسي الموحد. شيري انا دخلت دلوقتي بالحساب الوزاري اللي هو فيه كل المزايا اللي هو 365. احنا عندنا حسابين، الشاشه يا استاذه مرام، الشاشه بس الإدارة المدرسي الموحد. شيري عشان لسه ما ظهرش، يعني هو انا مشيره فعلا بس لسه ما فتحتش حاجه. ادي تمام. لما بضغط على office.com فبيبدا يفتح لي الصفحه الرئيسيه معايا، صفحه office.com او صفحه مايكروسوفت 365. ببدا ان انا اختار منها التطبيق اللي انا عايزاه اللي هو تطبيق التيمز. تمام. يبقى من التسع نقاط اللي موجوده في office.com بختار تطبيق التيمز. فتح معايا تطبيق التيمز زي ما قدام حضراتكم كده. طيب حضراتكم لو لسه اول مره مش دخلتوا في اي فريق او مش عندكم فرق، هيبقى ظاهر ايكونتين او تبويبين اتنين فقط، التبويب اللي هو كرييت تيم وتبويب اللي هو جوين ا تيم. يعني انا ممكن انضم لفريق عن طريق انتر كود، ادخل الكود، وممكن كمان ان انا انضم الفريق بابليك، فريق عام زي الفرق العامه اللي موجوده قدام حضراتكم دي، الفرق العامه مفتوحه للجميع. هضغط على جوين تيم وابدا ان انا ادخل الفريق عادي من غير كود خالص لانه فريق عام، انما الفريق البرايفت الفريق الخاص هو اللي بيحتاج يا اما رابط يا اما بيحتاج كود. تمام. هنخلي كرييت تيم بس الاول نتعرف على الواجهه الرئيسيه الخاصه بالبرنامج. الواجهه الرئيسيه الخاصه بالبرنامج زي اي واجهه طبعا بتبقى فيها شريط عنوان، فيها اسم التطبيق، وفيها طبعا ازرار تحكم، بس انا طبعا هنا فتحاه من المتصفح، فتحاه من المستعرض. تمام. فتحاه من المستعرض مش فتحاه من الديسكتوب. ادي الديسكتوب هنشوفه برضو من الديسكتوب اهو. انا هدخل على الاجتماع من الديسكتوب. ممكن اقفل الشاشه من هنا واشيرها من التطبيق الثاني اللي هو الايميل بالحساب المدرسي الموحد عشان نشرح هنا بس الاعدادات. خلاص. يبقى انا عندي هنا الشريط اللي هو الفوق اللي هو الشريط الاولاني او شريط العنوان زي ما بنسميه. عندي التسع نقاط او all apps بدخل عليها على تطبيقات مايكروسوفت. ده بالنسبه للتيمز من على المستعرض. وهنا عندي اسم التطبيق، وعندي في المنتصف عندي زر البحث زر سيرش، وعندي هنا في ناحيه اليمين عندي طبعا المفروض يبقى موجود ازرار التحكم مع الصوره اللي هي صورتي الشخصية واسم الحساب الوزاري بتاعي. أنا هضغط على الصورة الشخصية بتاعتي سواء كان فيها صورة أو ما فيهاش، فهضغط على الصورة اللي هي فيها اختصار لأول حرف من اسمي وأول حرف من آخر اسم في اسمي يعني. تمام؟ نعم. هنا طبعاً بيديني الاسم، اسم الحساب، الاسم اللي انا مسميه بيه الحساب، طبعا هو الوزاره هي اللي عاملاه، كاتبه اول اسم ورابع اسم. وعامله حساب برضو هي اللي عاملاه الوزاره، هي اللي عامله الحساب.
تمام. وهنا الحالة بتاعتي طبعا انا اقدر ان انا اغير الحالة، اخليها مشغول، اخليها محدش يعني لا اريد الازعاج، زي ما انا عايزة اغير ايه الحالة بتاعتي ايه، اغير اخليها available متاح او busy او don't disturb. مش يعني طبعا استاذ امير اللغة الانجليزية كلها ما حضرتك ما يزعج، ما فيش ازعاج يعني. ايوه اه اوكي مفيش ازعاج وهكذا. دي الحالات زي ما بكتب بالظبط على الواتساب، تمام، لانه ده برضو وسيله من وسائل التواصل بس اقوى من الواتساب، لان انا بقدر ان انا افتح الكاميرا وافتح الصوت يعني واشير الشاشه، يعني قوي جدا، يعني قوي وجميل. تمام، اقدر احط اي حاجه من الحاجات دي. ودونت دونت ديسترب، عدم الإزعاج، دي هوريها لحضراتكم في الإعدادات هنعمل إيه. طب هنا سيت ستيتس ممكن إن أنا أعمل إيه؟ الحالة بتاعت ايه؟ أحط رسالة تبقى هي حالتي، زي ما بكتب مثلا على الواتساب برضو ما شاء الله، أو أي كلمة قصاد اسمي في الحالة. وأحدد برضو أنا عايزاها تظهر قد إيه؟ كام يوم؟ تمام؟ إذا كنت عايزاها تظهر للناس هنا هضغط على الشو وين بيبول مسج مي، تمام؟ هتظهر لما أجي أرسل رسالة للناس هتظهر معاها. لو أنا عايزة الحالة دي تظهر وأنا برسل رسالة للناس هضغط على تشيك بوكس هنا وأحددها. طيب هنا لو أنا عايزة أخليها مثلا تقعد كام يوم أو أقفلها أو تقعد أسبوع، أحدد الوقت بتاعها. طب هنا عندي حاجة اسمها schedule out of office. لو أنا كنت خارج المكتب أو في سفر أو في حاجة وعايزة أكتب رسالة إن أنا في إيه؟ في سفر. طيب هنسيبها دلوقتي وهنشوفها من داخل الإعدادات إن شاء الله. هضغط تاني على صورتي وأضغط على إيه ونشوف بقى اللي عليه الدور. طبعا هنا ده الحساب الوزاري بتاعي، وهنا طبعا انا عملته جيست لسبب عشان استقبل طبعا تدريبات الوزاره، كان هم طالبين مننا ان احنا نخليه جيست، فدي مش مهم، مش مشكله قوي يعني. هو ده كده كده حسابي ونوعه واسمه والحاله الستيتس الخاصه بي. هنا سيف اي رساله انا حفظتها. طبعا الحساب ده جديد لانج، انا ما بفتحوش اصلا، فهتلاقي ما فيش ولا رساله محفوظه عليه ولا هتلاقي اصلا في رسائل. فانا ان شاء الله هوريكم من الحساب التاني اللي هو على الديسكتوب ان شاء الله. ما هو انت تعرف حضرتك الجست ده يا استاذه ممكن الجماعه اللي هم الدومين مختلف ضيف ممكن يدخل منه، ضيف يعني جيست ضيف سعبي ما مش قادرين يدخلوا معانا، فممكن يضغط عليها وينضم لنا عادي، لان كتير قوي ايوه يقول انا مش عارفه ادخل اديني الكود اديني، فهو ايوه ممكن يدخل من هنا. اتفضل. تمام اتفضل حضرتك. هنا السيف دي الرسائل المحفوظه. لو انا دلوقتي عامله حافظه رساله مهمه، مثلا فيديو مهم او ملف اكسل مهم او اي رساله جات لي مهمه فانا حافظاها، هضغط على سيف، ده هيبدا يتفتح لي هنا في الجزء ده هيتفتح لي الرسائل المحفوظه. مانج اكاونت بتساوي او بتعادل السيتنج. لما بضغط عليها، لو ضغطت عليها المانج اكاونت فتح معايا السيتنج، تمام، بس مش فتحها على اول اعداد او اول تبويب اللي هو الجنرال، فتحها على تاني تبويب اللي هو الاكونت. طب هنقفلها ونفتحها منين؟ السيتنج من الثلاث نقاط دول هختار سيتنج. طب انا عايزه نشوف الاول الاوامر او الاوامر اللي موجوده في القائمه المنسدله الخاصه بالثلاث نقاط. عندي السيتنج، عندي الكيبورد شورت كاتس، وعندي اباوت، وعندي داونلود ذا ديسكتوب اب، داونلود ذا موبايل اب. طب نفرض ان انا مش عندي التطبيق على الديسكتوب، يعني ما بستخدمهوش، مش عندي على الديسكتوب، مش محملاه، هقدر هنا متاح ليا عن طريق الوزاره مقدمه لي ان انا اقدر انزل ايه الداونلود ذا ديسكتوب، اقدر انزله للديسكتوب يعني للكمبيوتر
طب انا ما بستخدمش الكمبيوتر، اقدر كمان ان انا انزله داونلود ذا موبايل اب، يبقى اقدر ان انا انزله ديسكتوب اب واقدر ان انا انزله للموبايل اب. بضغط جميل. عليهم بيبدا ان هم يتحملوا معايا عادي. طيب ايه الكيبورد شورت كات؟ اختصار الكيبورد، انا بحب افتح البرامج، عايز افتح الشات، عايز افتح شريط البحث، عايز افتح اي امر في التيمز، عايز افتحه، بحب قوي الاختصارات. تمام، فانا هنا اتعرف على الاختصارات اللي هي الخاصه ب التطبيق. تمام، نيجي هنا بيقول لي اوبن شات، بيقول لي كنترول شيفت 2. طب تيجي نجرب كده ونشوف فعلا الاوبن شات هيفتح لي الشات بالكنترول شيفت، كنترول شيفت مع حرف او رقم 2. ضغطت عليهم، اضغط تاني مع استمرار الضغط. هو انا جربتها هي كانت فتحت، المهم نبقى نجربها بعدين. نعم، تفتح بقى اعملي الرقم. بالماوس أو تمام خلاص. تمام. طيب هنيجي يعني كده عرفنا الثلاث نقاط، هنيجي ندخل على السيتنج، يعني ندخل على السيتنج من الثلاث نقاط او ندخل على المانج اكاونت، المانج اكاونت من الايه، من الصوره الخاصه بيا. انا هاخدها من الثلاث نقاط وادخل على السيتنج لان هي هتفتح لي السيتنج من اولها. هضغط على طبعا هو بيكون متحدد ديفولت على الجنرال الخاص، التبويب اللي اسمه جنرال. هنا عندي الثيم، عندي الشات دنسيتي، وعندي لاي اوت، وعندي اللانجوج، وعندي اللي هي الانابه، وعندي العرض، وعندي اوت اوف اوفيس. طب نيجي على اوت اوف اوفيس الاول اللي احنا قلناها في الحاله اللي هي تخصيص رساله وانا خارج ايه المكتب، صح؟ تخصيص رساله سكيدول، هضغط على سكيدول لو انا خارج المكتب وعايز رساله تظهر لمين؟ للطلبه، ان انا طبعا مسافره، مش محدش يعني يظهر لاي حد يفتح الواتس او التيمز ان انا مش موجوده. تمام، هفعل طبعا تيرن ان تيرن اون اوتوماتيك ريبلايز الردود، وهاجي هنا اوت اوف اوفيس مسج، هاجي هنا على اوت اوف مسج اوف اوفيس مسج، تمام، هخصص نعم. رساله واكتب ان انا ايه خارج مثلا المنزل او خارج البلاد، خارج البلاد وسوف أعود مثلا إن شاء الله يوم كذا، أكتب إيه اليوم. تمام، أكتب اليوم. هنا بيقول لي عايزة مين يرد عليها، كل اللي في المنظمة بتوعك. تمام، الردود هنا اللي في المنظمة أو مين اللي يرد، جهات الاتصال فقط only تقول to my contacts ولا جميع كل الجهات الاتصال الخارجية أو كل الخارجيين، يعني المرسلين الخارجيين. تمام، ده بالنسبة للردود. طيب هنا عايزة أحدد فترة زمنية والرسالة دي تتمسح، النهاردة 14 إبريل مثلا، أنا هقعد 10 أيام، يبقى هضغط على الاند، هضغط على الاند وبيتفتح لي طبعا نتيجه زي اللي قدامنا كده، وحدد ال 10 ايام هيكونوا طبعا يوم 25 مثلا وهكذا. ده بالنسبه للاوت اوف اوفيس الخارج البلاد، انا طبعا ولا عايزه رساله ولا عايزه ولا عايزه دي ولا عايزه اي حاجه خلاص. ممكن اضغط كنسل او اضغط سيف اذا كنت عايزه. هنيجي هنا على الجنرال من اولها، السيم، السيم طبعا حضراتكم عارفين الديفولت اللي هو قدامي اللي لونه ابيض، لو انا عايزه برتاح للون الاسمر اختار الاسمر، لو عايزاه تركيز اعلى هاي كونتراست هختار التركيز الاعلى او السواد الغامق. تمام،
ارجعه تاني للديفولت. ده بالنسبه للسينز الشات سيتي اللي هي الدردشه بتاعتي عايزاها تبقى بالشكل ده ولا بالشكل ده، اختار اللي انا عايزاه. كذلك برضو اللي هي اوت لو انا عايزه الحاجات تتعرض في شكل شبكه او في شكل قائمه تحت بعض، هو طبعا الديفولت جريد. ممكن اختار ليست عادي. هنا هنيجي على حاجه مهمه قوي، اللانجوج. نفرض ان انا ما بعرفش استخدم ال تمام. نفرض ان انا دلوقتي عايزه اغير اللغه، لغه الكتابه ولغه الكيبورد، تمام، لغه تنسيق البرنامج ولغه الكيبورد. هاجي اختار طبعا اللغه العربيه. طب ممكن دي ثانية بس أرد على التليفون؟ ماشي، على راحتك. على راحتك. من الحاجات الجميلة برضو في التيمز، يعني إن أنت تعرف تعمل غرف، يعني تقسم الطلبة بتوعك لغرف رومز. هنتعلمها إن شاء الله، وهي إن شاء الله الأستاذة مش هتبخل عينها بحاجة. وأيضا التيمز ده زي ما شفنا لابد إن احنا نحل الدورة بتاعته اللي هي موجودة على الليرن. بنقول لحضراتكم تنظموا، تفتحوا كمان كريدلي عشان نفتكر. تفتح تكتب كريدلي على اي متصفح، CREDLY. بعدين لما تيجي تكتبه الكريدلي حتى بالعربي، تعمل تفتح بالايميل بتاعك، تعمل حساب عشان يجي لك. نغير اللغة. طبعا احنا دلوقتي بنشرح الاعدادات، وقلنا الاعدادات جبناها منين. هرجع بس بشكل سريع. طبعا انا ضغطت على الصوره، يا اما اختار مانج اكاونت من الصوره او من التسع نقاط. انا اخترت سيتنج، ودلوقتي احنا في الاعداد الاول اللي هو الجنرال. اخترنا شفنا السيم ازاي بنغير النظام او الشكل العام، السيم الخاص بالتطبيق، تمام، حسب عينك وهدوء والهدوء اللي بتحبه تشوفه في العين. الشات برضو ازاي ان انا انظم الشات اخليها بالشكل اللي انا عايزاه. اللي هي اوت تنظيم وتخطيط الادوات والفرق وكل حاجه. عايزها جريد، هي طبعا جريد، ولا عايزها ليست تحت بعض. هنا مع بعض كده قلنا ان شاء الله هناخد اللانجوج اللي هي اللغه. عندي طبعا لغه البرنامج او لغه الكيبورد، تمام، اختار اللغه واخليها طبعا اللغه العربيه. اللغه العربيه بمجرد ما بختار اللغه العربيه هنا بيقول لي سيف اند ريستارت، هيبدا يفتح تاني معايا من الاول. فتح معايا، وادي كده شفنا مع بعض الفرق. طبعا هنا لاحظنا ان هو بقى باللغه العربيه. هنيجي بقى طبعا، لان طبعا هيرجع الشكل بتاعي ده، ثلاث نقاط هتيجي ناحيه الشمال. اضغط على الثلاث نقاط واختار الاعدادات بدل السيتنج والعام بدل الجنرال. لو عايزين نرجعها تاني، نحب نرجعها ولا نخليها؟ طيب بتعمل الاكونت. اوكي، ايوه هو ظهرت كده. احنا غيرنا طبعا اللغه العربيه، غيرنا، احنا خدنا السيتنج الاعدادات، غيرنا اللي هو السيم. السيم طبعا شفنا الفرق وهكذا، وطبعا كثافه الدردشه هي طبعا بالشكل ده لو عايزه اغيرها، والتخطيط اللي هي اوت شكل الاوامر في التيمز على شكل الشبكة ولا على شكل قائمة. واللغة غيرناها، لو عايزين نرجعها تاني بنغير اللغة الخاصة بالاب بالتطبيق. وبأضغط هنا وببدأ أفتح واختار اللغة اللي أنا عايزاها، فرنسية، إنجليزية، عربية وهكذا.
هنا التفويض، التفويض ده لو انا مثلا قلنا ان انا مثلا في خارج البلاد، خارج المكتب اهو مثلا 10 ايام، بس انا محتاجة ان حد احطه مفوض ليا بالنيابة، يقعد بالنيابة ويجري او يرد على المكالمات ويستقبلها بالنيابة عني، هنا التفويض. تمام، هضغط على إدارة المفوضين وابدأ اشوف هنا هيفتح لي تبويبين، تبويب اشخاص مخليني انا مفوض. تمام، انا مش عايزة دي، انا عايزة المفوضين لديك، يبقى التبويب التاني. خلاص، واجي هنا اختار مين اللي انا عايزة اخليه مفوض. هضغط طبعا على ايه، علامة التبويب، علامة الات، علامة الات اللي هي المنشن. هختار طبعا، هيظهر لي هنا جميع المعلمين اللي بيحملوا نفس الدومين الخاص بيا، اقدر ان انا اخليها مفوض او اخليه ايه، مفوض بالنيابة عني. تمام، يبقى دي ايه، دي بالنسبة للتفويض. طيب انا لو عايزة الرسوم المتحركة اوقفها ما تظهرش في التيمز، هضغط على التشيك بوكس الخاص بالايقاف تشغيل الرسوم المتحركة. هنا خارج المكتب، وانا قلتها في الاول هنقولها تاني لو كان حد لسه داخل، جدولة خارج المكتب. لو انا خارج المكتب ومسافرة، هقدر ان انا دلوقتي اجدول هنا رسالة، احط نص الرسالة هنا، هفتح هنا التشيك بوكس واشوف انا عايزة مين اللي يرد عليا، جهات اتصالي فقط ولا جميع، يعني ولا العامة، العامة اخليها برايفت ولا اخليها بابليك. وهنا كمان الفترة الزمنية، لو انا عايزة مثلا هقعد 10 ايام بدءا من النهاردة او بدءا من بكرة، يبقى مثلا يوم 15 وهروح مثلا ل 25، هرجع 25، فين 25 مش لاقياها، المهم هي اتاكلت هنا، خلاص مش مشكلة، هرجع 26 اهو. خلاص تمام، هنيجي هنا، ده بالنسبة لي اللي هي جدولة خارج المكتب، إلها خالص، وارجع تاني للإعدادات. ده بالنسبة للجنرال. هنيجي على الحسابات، الحسابات الخاصة بيا، أقدر إن أنا أعمل تسجيل خروج، أو أقدر إن أنا كمان هنا أد أكاونت، أضيف أكاونت. طبعا هي مش ظاهرة هنا لأن تقريبا فاتحين من حساب تاني أو فاتحين، بس هي بتبقى ظاهرة هنا اد اكاونت، اقدر ان انا اضيف حساب تاني، واقدر او اقدر ان انا اخرج من الحساب. تمام خلاص، هنا هنيجي على البرايفسي، الخصوصية. الخصوصية هنا عندي don't disturb، فاكرين don't disturb اللي هي ظهرت لي هنا، اللي هي عدم الإزعاج لما ضغطت على صورتي، وهنا في المتاح او مشغول او ممنوع الإزعاج، شايفين دي؟ طيب انا ممكن اختار هنا ممنوع الازعاج، بس انا عايزه ناس معينه، اشخاص معينه هم اللي يشوفوا ان انا ايه، ان انا متاحه. تمام، وهم يرسلوني، يبقى هنا ممنوع الازعاج. هنا اداره الوصول حسب الاولويه، اللي ليهم اولويه عندي ومهمين هم دول اللي يقدروا ان هم ايه يرسلوني. هضغط على منشن او علامة الات او الايه الملفوفة دي اللي هي ات، واختار من القائمة ناس معينة اعمل لهم منشن، هم دول اللي يرسلوني في حالة رسالة عدم الازعاج. تمام، مفهومة؟ نعم. ماشي. طيب هنا عندي المستخدمون المحظورون اللي انا معمل لهم حظر. طب بيتعمل لهم حظر بناء على ايه؟ بناء على تفعيل التشيك بوكس اللي بجوار كلمه حظر المكالمات، اللي هي الاي دي بتاعها مجهوله، الاي دي مجهوله الهويه. لو انا اتصل علي رقم او اكاونت او حساب غير الدومين بتاعي، انا هعمل له على طول مباشره حظر الايه، المكالمات، ما يقدرش ان هو يتصل ويزعجني. تمام، او ممكن ان انا احظر ناس معينة بمزاجي. طيب، طب نفرض ان اللي اتصل عليا ده كان حسابه غير معروف،
مجهول الهوية، بس هي رسالة مهمة. فأنا أفك الحظر. طب أفك الحظر إزاي؟ هضغط على تحرير جهات الاتصال المحظورة، وأبدأ إن أنا أضغط على أنبلوك أو فك الحظر للجهة اللي أنا حظرها. وطبعا ما فيش حد محظور، وأنا فاتحة أصلا أي حد عادي، هو أصلا الحساب ما فيش حد بيتصل عليه. تمام، خلاص. احنا شفنا من بره اختصارات لوحة المفاتيح. هنا اختصارات لوحة المفاتيح كانت زمان بفتحها من هنا، اختصار لوحة المفاتيح اللي هي اتفتحت، اضغط تاني. فتحتها منين؟ فتحتها من الثلاث نقاط اللي هي اختصارات لوحة المفاتيح، وشفت جميع الأوامر ليها ايه؟ ليها اختصارات، يعني قبول مكالمة فيديو A Shift Control، وقبول مكالمة صوتية S Shift Control، وهكذا. دي جميع اختصارات لوحة المفاتيح. هنا بقى من في الإعدادات في الخصوصية لوحة المفاتيح فقط لإلغاء كتم الصوت. هنا بيقول لي اضغط Control مع المسافة، يعني مع استمرار الضغط على مفتاح Space المسافة اللي هو في لوحة المفاتيح، عشان أعمل إيه؟ عشان إلغاء كتم الصوت الميكروفون. خلاص، ده هو حاطط لي هنا، بس دي اللي هي اختصار لوحة المفاتيح واحدة. بجيبها منين؟ بجيبها من الثلاث نقاط اللي بجوار اسم الحساب وصورته. التعرف في على تقارير الحضور والاستطلاعات. تمام، الاتندي اللي بتظهر، اللي بيظهر لي لو انا عايزه الاتندي اللي بيظهر في الاخر، عايزه يظهر لي تقرير حضور اضغط هنا، مش عايزه يبقى اقفلها، هي طبعا متاحه دلوقتي. هنا الاستطلاعات، الاستطلاعات الاستبيانات سيرفيز، لو عايزه اجاوب على الاستبيانات افعلها، وهكذا. طيب، في مشاكل في الجزئيه دي؟ في لو مشاكل يا في جماعة؟ سؤال ولا حاجة حضراتكم قولوا لنا يعني. طيب لو مفهوم نكتب واحد. مفهوم؟ تمام. هنا الإعلامات أو تمام. النوتيفيكيشن اللي هي الإشعارات، نوتيفيكيشن الإشعارات اللي هي بيبقى جرس وجنبها الإعلامات أو النوتيفيكيشن في الإيه؟ بتظهر هنا. تمام، رسائل البريد، الرسائل اللي بتيجي عمالة على بطال، وأنا طبعا مش عايزاها تظهر، أو عايزاها تظهر لي أقفلها خالص، أو أحدد الوقت اللي هي تظهر فيه. تمام، خلاص. هنا المظهر والصوت. اللي عايزه اقفله اقفله اهو حسب ما هو مكتوب اهو جنبي. تمام، نيجي هنا على التيمز والقنوات، واضغط على تخصيص او كاستومايز. بيقول لي جميع الفرق والقنوات، الاشارات الشخصيه او اللي هي المنشن عايزاها تظهر فين؟ تظهر في النوتيفيكيشن في الإشعار، وتظهر في الموجز. الحتة دي يا جماعة، المنطقة دي، في عندي هنا منطقة هنا اسمها إيه؟ الموجز. عايز تظهر هنا في أهي، شايفين؟ دي الموجز، أهي الموجز. تمام؟ عايز اللي أنا لسه قايلاها دلوقتي اسمها إيه؟ نسيتها. افتحها تاني. أهي المنشن. لما حد يعمل لي منشن يظهر فين؟ يظهر في الموجز ولا يظهر في الجرس ده؟ تمام، ولا يظهر في الموجز فقط زي ما انا عايزه؟ بختار طبعا هنا الاعدادات واظبطها زي ما انا عايزه. تمام، اظن كده مفهومه، احنا مش هنطول عليكم، كده مفهومه. هنا بالعربي اهو اشارات الفريق، الردود على المحادثات عايزها تظهر فين؟ برضو تظهر لي في الشعار والموجز، ولا في الموجز فقط، ولا اقفلها خالص زي ما احنا عايزين. هنا دي الاشعارات. نرجع تاني للاعدادات بشكل سريع. هنا الدردشه برضو اقدر ان انا اعمل لها تحرير، الاجتماعات والمكالمات اقدر اعمل لها تحرير، والاشخاص. تمام، اهي
نيجي هنا على أذونات التطبيقات. طبعا أذونات التطبيقات زي أذونات الموبايل بالظبط. لما يجي يقول لي التطبيق اللي انت عايزاه، الاكسل مثلا، الاكسل عايزه الكاميرا، الوسائط، الكاميرا والميكروفون والمكبرات الصوت، عايزاهم متاح ولا مش متاح، هقفله. طيب هنا بيقول لي ملحوظه، ملحوظه لما انا اقفل مش هيتطبق في الوقت الحالي، هيتطبق لو انا قفلت وفتحت تاني التيمز او عملت ريفريش. تمام، يبقى الاذونات كلها متاحة، الأذونات إن أشغل الكاميرا، أشغل المايك، أشغل مكبر الصوت وهكذا. دي بالنسبة للأذونات، إمكانية الوصول، عندي لغة الإشارة اللي إحنا طبعا معانا دكتورة جميلة بتترجم لغة الإشارة. طب أنا عندي حد بيسمعني لغة الإشارة ومش هعرف دلوقتي إن هو يتكلم، هفتح له الايه، ان هو يكتب على الشاشه، هفتح له امكانيه الكتابه على الشاشه هو بس. طب انا دلوقتي فتحتها كده، كل اللي موجودين هيكتبوا على الشاشه، لا، هاجي اعمل اداره مستخدمه لغه الاشاره وابدا ان انا ادخل الاشخاص اللي عارفه ان هم ما بيقدروش يتكلموا، بيشوفوا بس. تمام، يبقى دي بالنسبه لاداره، دي امكانيه الوصول، هنا اداره لغه الاشاره وهقفلها خلاص. وهكذا. ممتاز. اي نعم تمام كده؟ نعم أقدر إن أنا أفتح الترجمة الكابشن. طب هنا الملفات والارتباطات، الملفات والارتباطات طبعا هي بتنزل على طول، بتنزل على طول فين؟ في مكان ممكن نشوفها من على الديسك توب، من على التطبيق اللي هو على الديسك توب. انا عايزه اشوفه من على الديسك توب لان هو مختلف شويه عن التطبيق اللي هو الاوفيس 365. هنا هدخل على المانج اكاونت، وهاجي هنا على الفايل اند لينك اللي هي الملفات والتنزيلات والارتباطات زي ما احنا شفناها بالعربي. ماشي، الملفات والارتباطات. هنا بيقول لي الداونلود، التنزيل، اي ملف هتنزليه او هتحمليه هينزل فين؟ هينزل على الداونلود في الماي دوكيومنت، الملف ماي دوكيومنت على السي. تمام، مكان التنزيل. طب انا لو عايزه اغير مكان التنزيل هضغط على تشينج وابدا ان انا اغير مكان التنزيل. خلاص، دي بالنسبه لي اللي هي اللي هنا على اللي هنا الملفات والارتباطات. وهنا بيقول لي فتح ملفات الوورد والباوربوينت والاكسل، كل مرة هتتفتح لي فين؟ هتتفتح لي في التيمز ولا عايزة تفتحيها في مستعرض لوحده؟ تمام، يعني يتفتح لي صفحة نيو يعني نافذة جديدة في المستعرض زي ما انت عايزة، هتفتحيها داخل التيمز ولا تفتحيها في المستعرض وهكذا. ده بالنسبة للإعدادات كده. تمام؟ نعم تمام إن شاء الله. يبقى كده تمام. عندي، أدي عندي الشريط الأولاني، الشريط الأزرق اللي هو شريط عنوان النافذة، بيبقى فيه طبعا اسم البرنامج وشريط البحث ده، وعندي هنا طبعا أزرار التحكم إذا كان فين، زي كده زي كده. هنا أزرار التحكم أهو، التطبيق اللي على الديسك توب، ده التطبيق اللي على الديسك توب. لو ضغطت على التطبيق اللي على الديسك توب على صورتي هيتفتح لي هنا حاجة يا جماعة، التلات نقاط، معلش، التلات نقاط. هنا بيقول لي داونلود ذا موبايل اب، ليه ما جابليش التانية؟ لأن أنا منزلاه فعلا على الديسك توب. فهنا بيقول لي لو عايزة تنزليه من على تنزليه نسخة للموبايل هضغط على داونلود ذا موبايل اب، لكن على المستعرض، لما كان على المستعرض البراوزر، لما كنت بضغط على التلات نقاط هنا بيقول لي داونلود ديسك توب والموبايل اب. ده بالنسبة للإعدادات. ندخل بقى ونشوف كده على بركة الله الشريط اللي هو الريبون الجانبي أو التاسك بان زي ما تسموه، بس عايزة أجيبه من على الديسكتوب عشان هنا طبعا مفيش أي رسالة عندي، مفيش أي رسالة في الحساب اللي على المستعرض. الأكتيفيتي أو النوتيفيكيشن هنا لما بضغط عليها، تمام،
ما فيش عندي طبعا، ما فيش حد طبعا اشارات خالص. هنا بنيجي على الشات، الدردشة، الشات الدردشة طبعا بيبقى عندي جميع الشات اللي انا حضرتها، سواء انا حضرتها مدرب او متدرب، فبيجي لي هنا جميع الاجتماعات اللي انا حضرتها وكان فيها شات، والشات طبعا مفعل الى وقتنا الحالي، سواء انا كان الاجتماع في فريقي او الاجتماع انا حضرته كمدرب او حضرته كمتدرب، ده الشات. طب انا عايزة اعمل رسالة انا جديدة وارسلها لاي شخص عندي في الحساب، هضغط حضراتكم شايفين على الصفحة اللي هي اسمها نيو شات اللي انا واقفة عليها، و هضغط على نيو شات وابدأ ان انا انشئ رسالة جديدة. بمجرد ما كتبت نيو، عملت نيو شات، طيب بيقول لي عايزة تضيفيها تبعتيها لمين؟ هي طبعا الحساب ده غير الحساب التاني، الحساب ده حساب مدرسي موحد. يعني ايه مدرسي موحد؟ يعني بيجتمع فيه، بيشترك فيه كل من الطالب والمعلم. يعني انا اقدر ارسل لطالب، اقدر ارسل لمعلم. فتح لي هنا معلمين زمايلي وطلبة زمايلي. هنا عندي معلمين، كلهم معلمين ما عدا طالب او اتنين فقط، هنخليها للطالب اللي هتظهر اسمه، تمام. ممكن ارسلها لحد تاني بس انا مش عايزه ارسل للمعلمين، خليها لطالب بس، تمام. خلاص هرسلها للطالب اللي انا اخترت اسمه اللي لقيته، وهنيجي هنا نبدأ نكتب الرسالة. الرسالة عندي ظاهر شريط تحت أسفل منها، هنا هكتب، طيب مش مهم الطالب ده، نشوف أي حد تاني عشان هعملها، هرسلها لنفسي أنا. كنت عايزة أشرح بس الشريط اللي أسفل، الشريط اللي في الأسفل اللي هو ماشي، شريط خليه المرة الرسالة. الجاية. يعني خلاص كده نكتفي، لا لا لا، يعني هو عشان نخليه لسه المرة الجاية بس ناخد إنشاء فريق، ولا مفيش مش مهم إنشاء فريق؟ لا لا، انشئ الفريق عادي، قدامنا نص ساعة الفطار يعني عامة. خلاص كده أنا إحنا برضو عشان نحضر الفطار، إحنا نحضر الفطار. صحيح، ماشي مش مشكلة. على راحتك على راحتك. أقدر من خلال الرسالة اللي أنا أرسلتها وعملتها، أقدر إن أنا كمان أهو هضغط على نيو شات، نيو شات مش مهم، نيو شات خليها دلوقتي، خلي اسم الطالب ده ولا اسم المعلم في الآخر، عايزين بس نشوف هنا التنسيق الخاص بالرسالة. أنا هضغط على إيه وجنبها قلم، حرف الإيه كابيتال جنبها قلم، بيبدأ يفتح لي شريط التنسيق الخاص بالكتابة اللي هو اللي فيه البولد، الإيتاليك، الأندرلاين، الستريك لاين، والفيل أو الهايلايت، والفونت سايز اللي هي تكبير وتصغير الخط والباراجراف، وهنا الكلير فونت اللي بيتمسح لي ايه، كلير فورمات، بتمسح لي فقط النص. يعني انا هنا هكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اتمنى يكون الشكل واضح لان انا قفلت الموبايل. بسم الله الرحمن الرحيم، مش شايفة دلوقتي. واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، وأبدأ إن أنا طبعا عشان أغير الخط لازم أحدد النص، لازم النص يكون محدد. هبدأ إن أنا أخليه بولد وهكبر الخط، أكبره أخليه لارج، ولو عايزة طبعا أخليه في المنتصف الألاينمنت، مش عارفة أروح فين كده، بتعمل لي سطور وأنا مش عايزة السطور، تمام كده بتعمل لي سطور. لو أنا عايزة النص الرسالة يبقى فيها سطور، تمام. أنا هكتب تاني، بسم بسم الله الرحمن الرحيم، وأحددها
وأكبر الخط أخليه لارج وأخليه بولد، ممكن أغير لون الخط أخليه باللون الأحمر وأخليه بولد عشان أنا عايزة نشوف كده مع بعض. كلير فورمات لما بضغط على كلير فورمات بيرجع لي نص تاني لأصله وهكذا، وممكن إن إحنا نجرب هنا باقي الأوامر. هنا طبعا عندي أنا إعدادات نقطية بالتس وإعدادات رقمية، أنا ممكن أرقم 1 2 3 أو أرقم نقطة 2 نقطة ونقطة ونقطة. تمام، نعم هنا المسافة البادئة decrease indent و increase indent، يعني المسافة البادئة يعني قبل الباراجراف عايزة أسيب مسافة قد إيه، أو بعد في نهاية الباراجراف عايزة أسيب مسافة قد إيه. لينك، لو أنا عايزة أخلي النص ده لينك ومجرد ما أضغط على بسم الله الرحمن الرحيم يفتح لي آية قرآنية، هحدد وأضغط على اللينك واحط اللينك اللي انا عايزة، اللينك اللي هيتفتح لي الصفحة، اسم اللينك لو انا عايزة اغيره، وهنا الادرس اليو ار ال الخاص باللينك. ده بالنسبة للرسالة، أول حاجة من الرسالة اللي هي الفورمات. الرسالة دي لو أنا عايزة أميزها وأخليها بريوريتي يعني أهمية أو أولوية، هضغط على علامة التعجب. التشمنت لو أنا عايزة أضيف مرفق، عايزة أضيف ملف إكسل، ملف باوربوينت وهكذا. نيجي وعندي طبعا هنا الإيموجي اللي هي طبعا عارفينها، الإيموجي اللي هي أحط أي شكل كده، أنا زعلانة من الطالب ده مثلا احط له وش مكشر وهكذا، دي اللي هي الايموجي والجيف عارفينها. نيجي على الستيكرز الملصقات، عايزه حاجه مهمه قوي فيها اسمها ميم. ميم طبعا عارفينها، الميم اللي احنا بنعملها باسمنا برمضان كريم على الواتساب. تمام، انا عايزه اجيبها من هنا الميم، الميم دي، واختار اي شكل يظهر قدامي. مثلا انا مبسوطه من الطالب ده، عايزه اكتب له كلمه تشجيعيه، توب كابشن وباتن كابشن. هنا في الكلمه اللي هتظهر في الاعلى هكتب مثلا احسنت، احسنت، واكتب هنا اسم الطالب مثلا استاذ امير، عشان ايه مش خلاص كده. تمام، واضغط على دن فهي اهي اتكتبت، وابدا اضغط على ارسال فهتبدا تترسل. هتترسل امتى؟ اذا كنت انا محدده طبعا هنا حاطه ايميل هرسله لنفسي خلاص. تمام، طيب ماشي، فأقول خلاص كده لحضرتك فهمنا النيو مسج. هنيجي على التيمز بسرعه سريعا، وان شاء الله خليه هنراجع عليهم المره أستاذ الجايه.